السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف قراءه برج الثور الفتره اللي جايه، ايه الاخبار وايه الدنيا عنده. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. يلا بينا نشوف ضربه الودع بتاعتك يا برج الثور، مخبيه لك ايه من كل اللي هيظهر معانا. ونقول بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. برج الثور، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على حياتك الفترة اللي جاية. بص كده، الشغابيط اللي عندك دي بتدل ان في محاولة عندك في حياتك، حد بيأذيك، بتدل ان انت فشلت في مشوار، فشلت في موضوع، فشلت في مشروع، الله اعلم. في حاجة انت اليومين دول فشلت فيها، وفي نفس الوقت في اشخاص بيحاولوا يأذوك. عندك بيت، البيت ده حلو جدا، هيكون بيت رزق ليك، بس انت اليومين دول في حياتك العاطفية عندك فقدان او نفور او مشاكل مع الشريك. الامور اللي جاية هتتحول لعلاقة ابدية، هيكون عندك علاقة حلوة جدا او عندك تغيرات حلوة. انت بقالك مدة بتعافر وبتجاهد لوحدك ومفيش حد بيساعدك في اي حاجة، بس الايام دي هيكون في فرحة مختلفة، فرحة بقالها مدة انت عمال تشتغل وعمال تعافر وتجاهد علشان توصل لها. لو انت في غربة فعندك لم شمل مع احبة، لو انت بعيد فهيبقى عندك لقاءات بينكم، الله اعلم. بس انت هنا عندك اخبار حلوة، وفي نفس الوقت هتعود ثقتك بنفسك. في شخص هنا كمان هيقرب منك عن طريق الحب، الشخص ده انت هتطرده من حياتك علشان هتحس هو مش بتاع حب وكلامه على الفاضي. عايزك تخلي بالك من شخص برضو عامل قريب منك بس بيحقد عليك وبيكرهك وبيغير منك، والشخص ده مزيف، لابس وش مزيف او لابس قناع مش قناعه. انت اجمل ما فيك ان انت دايما بتدور على الحب، دايما بتدور على الحنان، بتدور على الاعطاء، بتدور على الحنية، وده طبعا فقده بسبب ان انت اتغدرت اكتر من مرة وحصل عندك استغلال في حياتك بالكامل، فبدأت تركن حاجات كتيرة جدا على جنب. عندك حرف الايه، حرف الايه، حرف الالف، حرف العين، دول موجودين في حياتك. بفضل دعوات حد كبير عندك في السن هتلم أمورك تاني وهتستعيد نشاطك الأيام اللي جاية، بس انت اليومين دول في حالة انتظار رهيبة، منتظر طلب طلبته أو منتظر الباب اللي عمال تدق عليه بقالك مدة يتفتح، الله أعلم. بس انت هنا عندك كمية انتظار رهيبة، منتظر حاجات كتيرة جدا تحصل، منتظر أشياء مستنيها بقالك مدة، وعشان كده بتعيد نشاطك، بتعيد مواجهاتك في الحياة واحدة واحدة. عندك بعض القلق وبعض الحيرة من حد مريض من عيلتك. انت عندك طاقة حسد شديدة جدا من المقربين ومؤثرة على حياتك، مخلية الرزق عندك عاطل، مخلية عندك نفور بينك وما بين الشريك، ودايما بتفكر في الانفصال ومش عايز تكمل، ودايما عايز تعمل حاجات غريبة. حاول تحصن نفسك ببعض الامور. شايفة كمان ان انت هنا عندك بعض الطاقات السلبية وعندك وسواس قهري مش سايبك في حالك ومؤثر عليك بطريقة رهيبة. دايما حاسس ان عندك حاجات مسيطرة عليك مش عارف ايه هي، حاجات كتير. في ست وبنتها عاوزة تأذيك بأي طريقة، عاملة زي التعبان عمالة تلف حواليك، لكن بأمر ربنا، ربنا هيحفظك. انت مصدوم من شخص بيتكلم عنك وما كنتش متخيل في يوم من الايام انه ده بيتكلم عليك. برج الثور، انت معمول لك سحر من تعطيل الجواز والتفريق والوحده. في قناتنا الثانيه هتلاقوا سحر فك سحر تعطيل الجواز، وهتلاقوا فيديوهات كتير استفادوا منه. الايام دي هيكون عندك صلح بينك وما بين الشريك، وهيكون في رجوع باذن الله. حاول اليومين دول ما تاخدش اي قرار علشان العين مش سايباك في حالك، هي اللي مسببه لك النفور ومسببه لك اعداء بطريقه رهيبه. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج الثور، قراءتك بتدل ان انت عندك بعض القيود اللي تعباك ومخليه نفسك مقفوله عن كل حاجه. بتتعامل بورقه مع العالم بسبب اللي شفته في حياتك. في اغلب المواقف عايزك تخلي بالك من شخص غايب عنك هيرجع لك، والقلق اللي عندك هيروح. عندك حظ الفترة اللي جاية في نجاح في تجارب في الحياة، بس ليه مشاعرك مش عايز تفضفض بيها؟ الفترة دي عايزك تحذر من إنسان مش كويس،
خبيث ما تعطيهوش سرك ابدا، وحاول ان انت تنتبه لخطواتك لانه في ناس بتراقبك بخبث ولؤم ومش سايباك في حالك. بسم الله ما شاء الله. في برج الثور مبلغ هيجيلك من المال الفترة اللي جاية، هيوصلك وهيفرح قلبك. ومش كده وبس، ده انت عندك شخص من العيلة، الشخص ده بيرغي كتير، خلي بالك علشان الشخص ده هيطلب منك مساعدة الفترة اللي جاية، وانت هتحاول تغير من امورك وتغير من نفسك، وانت كمان هتساعده علشان انت بتحب تساعد كل الناس يا برج الثور. خيالك واسع، حظك كبير، شايفة كمان ان انت بتشيل حاجات فوق كتفك، بس عندك حالة شك في اشخاص قدامك بيضايقوك دايما، مش حاسس بالامان رغم كل حاجة، انت حاسس انه في بعض العراقيل في حياتك، في عقبة واقفة بينك وما بين الشريك، العقبة دي محتاجة تضحيات في حياتك. عندك كمان احتمالات انه في رجوع شخص مختفي عنك، هيوصل لك منه خبر قريب الفترة اللي جاية. انت دايما مميز يا برج الثور، ودود، بس معروف ان الحسد مبوظ حياتك. شايفة كمان ان انت ما تديش فرصة لشخص اكتر من مرة، في حد هيرجع لك الايام اللي جاية وهيحاول يتكلم معاك. انت اليومين دول عندك حالة كسل رهيبة مش سايباك في حالك، عندك نية اتجاه حد حلوة وهتاخد خطوة ليه لقدام. طول بالك وطول قلبك شوية، في حد بيفكر فيك وعايز يكلمك. ده مش كده وبس، كمان ده عندك مواجهة مع الشريك الايام اللي جاية، هتكون خير وهتكون فرحة. في تركيز عندك، في تركيز عندك، في هدية جيالك. انت بتعاني من وجع في الركبة واسفل الظهر، في شخص بيدبر لك مكيدة وفخر، احذر منه وخلي بالك. عندك سحر بتعطيل الحياة، عندك شخص هتقعد معاه وهيجي لك من وراه فرصة عمل الفترة اللي جاية، شخص جديد هيدخل حياتك وهتبقى بينك وما بينه علاقة حب جديدة، وهيبقى فيه امور حلوة. بس حاول ما تشتتش انتباهك وتهدي اعصابك علشان الامور اللي جاية هتكون حلوة بفضل ربنا. ده مش كده وبس، كمان ده انت هتسد ديونك بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. معروف عنك ان انت ذكي جدا وسريع البديهة، ودايما بتفهم روحانياتك عالية وبتفهم الأشخاص على طول. كل حاجة في حياتك هتتغير، انت حاسس ان الدنيا ماشية معاك بالعكس، حاسس ان مفيش اكتمال ولا في اي حاجة، خصوصا فتاة التور دلوقتي ما بقتش شايفة اي حاجة، مستنية لقاء بينها وما بين حد هيتم الفترة اللي جاية. ربنا كاتب لك نجاحات كتيرة جدا، عندك تحقيق هدف، عندك مشكلة الفترة دي هتعيدي فيها حساباتك من كل الاتجاهات، بس بلاش تفكري فيها بعصبية، حاولي ما تظلميش نفسك ولا تظلمي حد من اللي حواليك. برج التور الفترة اللي جاية دي عايزاك تاخد فترة تاخدها باندفاعية اكتر، بس تحاول تهدي نفسك وتهدي اعصابك. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك رزق سريع هيجيلك، وهيكون عندك نجاح في الامور باذن الله. ده مش كده وبس، كمان ده انت هيكون عندك فترة راحة وفترة امور حلوة جدا بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. الدايرة اللي انت فيها والدوامة دي هتطلع منها وهترميها برا، الحيرة دي هتاخد مجرد وقت. الرزق اللي جاي لك ده خلي بالك منه وبلاش المصاريف الزايدة. شايفة كمان ان انت هنا هيكون عندك رغبة حلوة جدا، وهيكون عندك كشف بعض الحقيقة اللي في حياتك اللي دايبين لك الحسد. في شخص عامل لك سحر وحد ازيك بينك وما بين الحبيب ومش سايبك في حالة، لدرجة ان انت حاسس ان انت محسود من ناس خبيثة، وعلشان كده بيديلك ضيق في الصدر وحزن مفاجئ، تقل في الكتف، احلام مزعجة، الم في المفاصل، وجع في الراس، دايما حاسس ان انت عصبي ومتشتت ومش عارف تعمل ايه بسبب الكلام. انت اليومين دول يا برج الثور عايش ببركة ربنا، عليك كمية ضغوط محدش حاسس بيك، لدرجة ان انت حتى في نومك مش مستقر، بتفكر 24 ساعة، بالمعنى دماغك شغالة ما بتفصلش، وبتعاني من مشاكل كتيرة جدا في جسمك، وده بيدل ان انت عندك سحر معمول لك في حياتك مدمرك. ما تنسوش قناتنا التانية اللي عليها العلاجات. الفترة دي بتمر بأزمة ثقة، خزلان، خيانة، صدمة، حالة نفسية، حس ان حياتك فيها بعض العراقيل بسبب الاشخاص اللي دخلتهم حياتك. العين رشقة فيك يا برج التور، محسود بطريقة رهيبة،
العين مش سايباك في حالك، يعني مش سايباك في حالك، ازياك بكل الطرق لدرجة ان قلبك موجوع وما بقاش ليك نفس ان انت تتكلم مع حد ولا حد يتكلم معاك، حس ان انت خلاص قلبك وجعك واتكسرت من بعض الاشخاص اللي دخلوا حياتك، قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يظلمني واللي يجي عليا، ودايما بتتحاسبين كتير. عندك هنا حالة ركود بينك وما بين نفسك، حس ان انت حس ان مفيش استقرار، رغم ان انت عندك خبر حلو هيجي لك بالفترة اللي جاية. لا مش كده وبس، كمان ده انت هترجع تعيد حساباتك وهيبقى فيه انتباه في حياتك الفترة اللي جاية. وعايز اقول حاجة كمان لبرج الثور، عندك فرصة مهمة والفرصة دي هتجي لك من شخص، بس خلي بالك من نفسك علشان الحسد حواليك، وفي حاجات بتدور في عقلك مش عارف تحط النقط على الحروف. في كمان حد هيجي لك وهترفضه، حد عايز يدخل حياتك وانت هترفض. شايفة كمان ان انت هنا هيبقى عندك امنية حلوة هتتحقق وعندك انتصار حلو، وفي فترة حلوة جيالك بعد ما تخلص من الفترة دي. الفترة دي هتحس بالضغوط، بس الفترة الجاية هيكون فيها تحسن وهيكون فيها راحة بال. انت محتاج الهدوء والتركيز في حياتك علشان تستغل الفرص اللي جيالك وتستغل الفرحة بإذن الله. هيكون عندك عوض وعندك طاقة جديدة، ده مش كده وبس، كمان ده انت عندك انفراجات حلوة. ما انت هو يا برج التور مالك، ما انت عندك خير وهو عندك فرحة، امال مالك بقى الضيق والخنقة اللي انت فيه ده ماسك فيه ليه؟ لا اطلع من اللي انت فيه بقى كده، وبص لنفسك وبص لحياتك واطلع من التقيد واطلق. انا عارفة ان انت محاط وعارفة ان انت مقيد ونفسك تحرر نفسك ونفسك في شغل جديد ونفسك هدفك يتحقق بإذن الله، ده كله هيتحقق، بس انت لازم تطلع من اللي انت فيه ولازم تشوف حياتك وتشوف تحسناتك الايام اللي جاية. لو فضلت في اللي انت فيه ده يبقى مفيش حاجة هتكمل، مفيش حاجة هتتغير. انت محتاج الفترة اللي جاية يكون عندك بعض الراحة، محتاج ان انت تدخل في بعض الدعم، عندك خطوة سريعة. ده مش كده وبس، ده انت كمان هيكون عندك انطلاقة حلوة جدا بتفكر فيها وبتعملها، بالك مشغول بعدة المواضيع، بالك مشغول بعدة المواقع، حاول تهدي اعصابك الايام دي. بسم الله ما شاء الله. بص يا برج التور، الايام اللي جاية هيكون عندك خطوبة، عندك جواز، عندك تغيير، عندك فرحة حلوة، هتدخل بيتك بالسعادة وهتعيد حساباتك. الفترة دي انت هيكون عندك طاقات ايجابية، ايوه هيكون عندك طاقات ايجابية، بس عايز اقولك على كام حاجة كده عشان تخلي بالك منهم وتكون حويط. انت عندك خلاف بينك وما بين حد مقرب منك، الخلاف ده هينتهي. عندك هنا سفر قريب الفترة اللي جاية، وهتتقابل شخص هيديك طلاقة جديدة في حياتك. ده كمان عندك مناسبة من العيلة، بس احذر من مواجهة مع شخص بوشين. في كمان الايام اللي جاية هدية حلوة زي ما قلتلك، بس ارجع واقولك في اشخاص مش سايبينك في حالك وحطينك في بالهم ودايما بيتكلموا عليك. انت معروف عنك ان انت كبريائك عالية يا برج التور، معروف عنك ان انت ما بتقبلش اي حد يدخل حياتك بسهولة، بس اليومين دول تعبان تعبان ومخنوق، وده ما يدلش ان احنا ما عندناش انفراجات، احنا عندنا انفراجات وعندنا امور ايجابية باذن الله. بسم الله بسم الله، الايام اللي جاية هيكون عندك امور ايجابية وعندك امور هتبدأ بتيسير في بشرة خير جيالة خلال اسبوع. هيكون عندك هدف الفترة اللي جاية وهيتحقق حلمك باذن الله. الفترة دي معظم مواليد برج التور واخدين على خاطرهم من مواقف الناس اللي مزعلاهم، بس عندك نصرة. انا عارفة ان دمعتك قريبة منك الفترة دي، انت عايز تقول يا رب ارزقني يا رب هديني. في اشخاص مركزين في حياتك زي ما قلتلك وبيتكلموا عليك وكارهين نجاحك، ما تديش الفرصة لحد انه يشمت فيه. عندك انفراجات في الحياة العاطفية، هتبدأ تهتم بنفسك تاني وهتبدأ تهتم بحياتك، وهيسقط قناع الوشوش اللي حواليك لما ترجع واثق من نفسك وتحقق حلمك. عندك المقربين بيستغلوك ومش سايبينك في حالك. شايفة كمان ان انت هنا في راجل بيحاول يستغلك الفترة دي، وخصوصا الفترة دي الماديات عندك هتتظبط،
خلال كام يوم. بس احذر من مكيدة في حياتك، واديني بحذرك تاني، واحذر من بعض الامور. انت هنا متفق مع حد او عايز تتفق مع حد عشان تشتري ارض، تشتري بيت، الله اعلم، تشتري حاجة في حياتك بالفعل هتشتريها علشان هتحسن اوضاعك الايام اللي جاية. ده مش كده وبس، كمان ده هتحسن الوضع الداخلي والوضع، كل الاوضاع عندك هتتحسن، واخيرا حياتك هتتحسن يا برج التور، واخيرا هتشوف الفرج اللي هيجي لك الايام اللي جاية. انت شخص اجتماعي، شخص واضح، بتحبش الكذب ولا النفاق، منتظر حاجات كتيرة جدا، انت بنتظر خطوة، منتظر حاجة معينة. انت بتقول اللي هيخطي لي خطوة انا هخطي له 20، اللي هيقرب مني انا هقرب منه، اللي هيسعدني هسعده، وعشان كده ربنا هينجيك من عذاب كتير جدا في حياتك. لو انت عندك فترة تردد ابعد عنها، خد قرارك عشان الخير جاي لك. خد شوف انت عايز ايه واشتغل عليه، ابعد عن التوتر، ابعد عن الحيرة، ابعد عن اي حاجة. قراءتك عامة وبتدل على الخير. شايفة كمان انه في شخص هيجي لك وهيحكي لك قصة، هيتكلم معاك، ومن بعد ما هيتكلم معاك هتزول منه التعب والغم اللي هو شايله، وهتدخل في انطلاقة جديدة، فترة جيالك فيها هدوء وفيها راحة على جميع الأصعدة. طريق هيتفتح معاك للأحسن، ان انت تريح بالك، أحلامك كلها هتتحقق، تيسير أمور، فترة حلوة، انطلاقة جديدة. يعني ما شاء الله يا برج الثور، أمال مالك؟ ده انت هتقفل السنة على كده بالخير، هتقفل السنة بالسعادة، هتقفل السنة بالرزق. بس احذر من تعابين ومنافقين بقى، ومش أي تعابين يا برج الثور، والله ما أي تعابين. النفاق وراك ومش هيسيبك في حالة، غير لما يعني تحاول تطلع من اللي انت فيه بكل الطرق، رغم ان انت في حالك وما بتأذيش حد، والله ما بتأذي حد، بس مظلوم. فتاة التور مظلومة، الكلام عام على فتاة التور. اما راجل التور انت ظلمت ناس كانت بتحبك وعزيزة على قلبك. بص يا برج التور، وخلوا بالكم من الكلام ده، في اشخاص بيلفوا ويدوروا حواليكم في بعض الامور، كون حريص علشان الفلوس اللي جايه لك ما تتصرفش وتضيع. وتوقيع الورقة دي تخلي بالك وتقرا الورق كويس علشان النجاح اللي هيحوط في حياتك، استقرار على جميع الفترات. فترة العزلة اللي انت عشتها دي هتخرج من الطاقة، عشان عندك لقاء عاطفي حلو، بقالك فترة عندك نصرة. في واحدة ست خمرية كده، بشرتها خمرية، بتحكي عليك في كلام كتير جدا جدا بينك وما بين شخص، احذر وخلي بالك. عندك تجديد في حياتك في حاجات ما كنتش متوقعها، بس هتهتم بيها وهتبدأ تشغل أمورك الفترة اللي جاية. أرجع وأقول لك تاني يا برج الثور، محسود حسد كبير مخليك متشتت ومتراقب على الكبيرة والصغيرة بسبب شخص غامض مش سايبك في حالك. أنت تعبان ونفسيتك تعبانة وبتفكر كتير في الأمور، عندك الخوف والقلق والتوتر، ده مش سايبك في حالك. انت ما كنتش حابب ان انت تمشي، كنت بقى حابب ان انت تقعد، بس اذوك وظلموك وكسروا نفسك وخلوك عايش في حالة الركود وحالة التعب، لدرجة ان انت مش الناس دي مش طالعة من حياتك. عندك هدية جاية لك بإذن الله هتدخل عليك بفترة إيجابية. انت هنا بسم الله ما شاء الله، بجد أمورك المستعطية، أمورك العاطلة هتتحسن، ونفسيتك هتتحسن خلال 3 أيام. بص يا برج التور، من بعض المقربين منك في إنسانة بيضة عندك، احذر منها وخلي بالك. الإنسانة البيضة دي عايزك تخلي بالك منها وتحذر، علشان تعرف إيه اللي عليك وإيه اللي مش عليك. في علاقة سامة مش كويسة في حياتك، حاول تطلعها وترميها برا، عشان الفترة اللي جاية هيكون فيها انتصارات. مش عايزين اي نرجسيات ولا اي طاقات سلبية في حياتنا، لا، ارمي من ورا ظهرك. ما تتمسكش بحد يا برج الثور، هو مش متمسك بيك ولا هو عايزك في حياته. هديني بقولك، اي حد يأذيك ولا يجي عليك ارمي ورا ظهرك. فترة الراحة اللي جايالك دي هتتحول من مرحلة لمرحلة بإذن الله، وهيبقى عندك امور فيها عكس ما انت تتوقع. ده مش كده وبس، كمان ده هيكون عندك رسالة جايالك من ربنا بإذن الله. انت دايما متكل بس على ربنا،
وما بتفعلش غير الخير، انت ما بتفعلش غير الخير، دايما متألق وواثق في نفسك بطريقة رهيبة، وعلشان كده محسود ومتضايق ومخنوق، وعندك بعض العراقيل وبعض التوتر في حياتك بسبب الكال والكيل، بسبب الأشخاص الحاقدين الغيرانين منك ومن نجاحك. يعني هم مش غيرانين منك بس، ده حتى غيرانين من نجاحك. يعني انت عارف لما بتنجح انت كأنك كده بتقتلهم، كأنك كده بتدمرهم. وعلشان كده ديني بقول لك يا برج التور، وهفضل طول عمري اقول لك ركز على هدفك، ركز على حياتك، ما تخليش اي حد يمسك عليك غلطة واحدة. طول ما انت متألق خليك دايما متألق، خليك دايما ناجح، خليك دايما واثق في خطواتك وفي راحة بالك. الامنية اللي بالك مشغول بيها من اول الفيديو دي هتتحقق، ما تقلقش، كلها فترة معينة وهتبدأ تعيد حساباتك، والشخص اللي غالي على قلبك هيجيلك، ما تقلقش. كمان مش عايزاك تقلق من حاجة يا برج التور، اديني بقولك الآن من حاجة مش عايزاك، ربنا هيطمن بالك وهيريح أمورك وهيسر الفترة اللي انت كنت عايش فيها ببعض الانقلابات وبعض التوتر، كلها كانت فترة. انت اليومين دول بتتجاهل اللي يتجاهلك وبتبعد عن الناس اللي ممكن تأذيك، بس ما تقلقش هتصحى على خبر حلو بإذن الله هيعوضك. زي ما قلنا كرامتك وعزة نفسك فوق أي حاجة، دول حاجة محدش، لو حد بالنسبة لك خط أحمر، لو حد تكلم عليك أو جف سيرتك ممكن تمحي من على وش الأرض. أديني بقولك خليك زي ما أنت كده. وارجع وأقولك تاني، كل اللي بيمثلوا أشخاص حواليك هم تعبين والناس مش كويسة. وبكده نكون خلصنا قراءة برج التور. يا رب قراءتنا تكون خفيفة على قلبك وتكون عجبتك، وانتظر مني كل ما هو جديد الفترة اللي جاية، وخلي بالك اني بحضر لك مفاجأة حلوة جداً.